اليوم جيت من عندك كانت الدعوة ديالي وكان لي شرف كبير وتنشكر الأمن الوطني على هذا الحفاوة وهذا النظام الكبير بكل صراحة كنشكرهم جزيل الشكر وأي واحد جا ساهم في هذا المهرجان لأن هذا الشيء كيهمنا جميع حنا المغاربة وإلا ضامنا ومشى بهذه الأمور هكا ممكن غادي دائما أن تبدل الأوضاع ديالنا ونولي ونتحطوا في واحد الموقع اللي هو كيف بغينا نشوفوا حتى حنا إلا كنتوا تتوما بغيت تعاونوا معنا لأن أنتوما هما السلطة الرابعة ديالنا وعندنا فيكم الثقة وشكرا لكم هذا هو اللي بغيت نوصل لكم والحمد لله اللي جا واحد الجمهور اللي هو ما كنتش تنظن غادي يكون وكان واحد التجاوب كبير والسيتي عبد العزيز معروف ولد المغاربه ولد الشعب وكبرت مع والديكم انتما راه وليداتي تقريبا هكا راكم باقيين صغار وهي كان الدومين ديالكم تيحتم عليكم باش خصكم تسالوني وتجاوبوني وتعرفوا الحقيقه ديالي تماما هذيك السيده فنانه من الفنانات اللي هي تحيه الناس ديال اسفين اللي هي كانت واحد الفنانه اللي هي من واحد العائله اللي عارقه والله يرحمها وتسالي هذيك القبور لان الفنان ملي كيموت راك الناس كلهم كتعرفوا عندي واحد ديو غيكون ماشي تريو ان شاء الله وكان عاد ممكن نتمنى تكونوا حاضرين بهذا الكثافه وهذا وتكونوا اقسم بالله نتمنى كاع الصحافه يكونوا لان المغاربه عزيزين اللي ما يعرفوا الحدث وبالفعل غادي يكون واحد الحدث اللي هو كيشرف كاع جميع المغاربه ولاد المغرب هذا هو الجديد وعندي الجديد ديالي انا ان شاء الله غادي يكون مؤخرا نفس ستيل اللي كيدير السيتي عبد العزيز اما هو كاين مفاجات نقدر نغني بالامازيغيه نفاجئ المغاربه.